يا دكتور ازاي صحتك فني؟ انا بتكلم في وقت مش مناسب. لا اكلمك تاني مفيش مشكلة. طيب والنبي معلش كان بيكلموني النهارده هنا، انت عارف حضرتك وانت حضرتك المبلغ اللي هو المقدم اللي بيشتغل بيه الجيش في المشروعات، وهو كان يوسف دخلهم من بنك ابو ظبي البنك المركزي وديعه، فهم مش قادرين يصرفوا من اللي عند البنك المركزي، يصرفوا بالجنيه مش عارفين ياخدوا، البنك المركزي يقول لهم ما ينفعش. لا بيديها لهم وديعه. انا ما اعرفش ده بقالها يومين ثلاثه، يعني حتى كلموا امبارح البنك المركزي قال لهم الفلوس عندنا بالدولار وديعه وما نقدرش نحرك منها ولا نعمل اي حاجه. المفروض يحول الجنيه يدي للقوات المسلحه عشان القوات المسلحه اللي شغاله، وطبقا للبروتوكول اللي كنا كتبناه ال 50% دولت انها عايزه تكمل بسرعه، فبيقولوا لا تقدم مستخلصات الاول مش عارف فين، يعني قصه كده طيب خلاص ماشي يا فندم ماشي. طيب يا فندم اتفضل. يا احمد بقول لك ايه يا ابني، هو عبد الرحيم علي زعق اي حاجه ضد حمدين صباحي امبارح؟ زعق فعلا؟ وزعق فعلا؟ ما انا قايل لمحسن عبد النبي قبل ولا بعد؟ يعني بعتت لك قبل الحلقة ما تتذاع ولا بعد؟ فنم هيا فنم ايه تمام ستك واكتبه ما يعلنوش خالص يا فندم، احسن الناس مأكدة على كده. طب يا ريت يا فندم ونبنى ايه يعني ما فيش حاجة تتسرب ولا حاجة كده ولا كده ولا يتم تطبيقه في المستقبل. طيب والنبي يا فندم اتفضل يا فندم. يسكب مرة أخرى في المستقبل. طيب بس ما مش لغايه لما يجوا ما يجيش حد يمسربها؟ يفعل نموذجا جديدا للمستقبل يقوم على يعني يقدر يسيطر هو لغايه لما يجوا والكرامه. طيب تحاول لستك ايه والنبي فن؟ والنبي فن ما هنحتاج 200 بكره من حساب تمرد وسوف نكون قادرين على مواجهه جميع التحديات. تمرد انت عارف ستك اللي هو كان الجزء بتاع الامارات اللي حملوه كنا على قدر من الدقه مخابرات ايه في عملنا الدقه للاستفتاء وايضا سوف يدفع المخابرات مره اخرى مع الاتحاد في المستقبل. نحن مهتمين جدا اللي كانوا خمسه مشاركه. لا ده مش هم خالص. لا دي فاكر ستك الحساب اللي جه من لصالح التمرد ده، فهنحتاج منه 200 بس. نحن نتطلع الى تعزيز 200,000. طيب يا فندم ربنا يخليك تسلم يا فندم. جميع طوائف الشعب في هذه العمليه. تمام يا فندم ماشي ربنا يخليك يا فندم. سلام يا فندم سلام. طيب يا فندم اتفضل يا فندم اتفضل. سوف يتم معاقبه الرمل حقيقه قضائيا وقانونيا. فندم انا عباس. ازيك فندم؟ ازي حضرتك؟ والنبي فندم الناس بتوع الامارات هم جايين يوم الثلاث، وهيجيبوا غالبا معاهم توني بلير،
فهو توني بلير هيقابل الاربع يقابل الست الوزير بس غير معلنه. يعني هما بيصروا انها تبقى غير معلنه. تمام. وهيقابل اللي هو محمود حجازي بس عايز يقابل نبيل فهمي. فممكن ستك نسامع نبيل فهمي على الاربع. اه الاربع يعني نقول مثلا فنم يعني لو ابتدى هو بست الوزير هنا الساعة 10 خد مثلا ساعة وبعدين راح لمحمود حجازي خد ساعتين يعني ممكن ناخده احنا قبل المجلس. اه عنده مجلس. طب هشوف يا فندم يعني نقول له فندم حتى لو بس هيقابله فين. لا مش هينفع مش هينفع صح. هي بس مشكلة يقابله فين. طيب انا هكلمهم كده واشوف يا فندم. حاضر حاضر يا فندم. تؤمر بحاجة يا فندم؟ النبي فندم تؤمر بحاجة. النبي أرجوك يا فندم. وبعدين يعني ما ينفعش ليه يعني يعني مش كنت لسه ورا محيين يعني ولا ايه؟ هي دي استعادة القائد جيش ولا ايه؟ ال لا مفيش جلاء. جلاء ايه يا فندم؟ اه بعدها بقى يا فندم. وقتها نفكر. بس كده بس كده. اه طبعا 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 لا صح كده فن طبعا. ربنا دايما دايما فن طبعا فن. اتفضل سيادتك اتفضل. مع السلامه. يلا يا ابني. والله ما فيش جديد فعلا. انت خدت الورق كله وفي حد شغال عليه ولا لا؟ اه طبعا. وليه فرغوا هم الولاد؟ شكل اه. انت هتحضر بص كمان؟ ما محمود نصر مش عايز فيها بيانات. انا هاخد منها كلام. لا انا بتكلم اللي هو البرنامج المحمود. مع كلام شغال بجمع دلوقتي البيانات. انا هعمل حاجه مراه كده لاحمد واحمد شعبان وكده وقاعدين شغالين كويس. احمد عادي اه طبعا فندم. اصل انا بص فندم انا بدي الامه محدده. طلع لي ارقام من الحاجات اللي جبناها امبارح من مجلس الوزراء ومن البتاع. فبنفرغ الارقام وبعدين النهارده خلاص نخش على الكلام. يعني هناخد توني بلير الساعة 9 الصبح بكرة في ماشي. ستك يبقى عندك مجلس وزراء. ماشي. وبعدين هيخلص ويطلع له محمود حجازي. ماشي. هيبقى معاه سلطان. بعد الفلوس خلاص كده 600 مليون مليون دولار من مصر. اه خلاص خلصت. 650 600 وحاجة و40 600 حاجة كده يعني. كمان فلوسنا كملت. ثلاثة الأربع أرباع. والله أنا عايز أفهم عايزين إيه الأول؟ الأول أسحب الكام عايزين وبينها ولو خلاص إحنا دخلنا المعمعة. والنبي يا فندم في موقف كده حصل محرج شوية مع سيادة الوزير مع الموضوع بتاع الشيخ منصور. راحوا وزارة الزراعة يا فندم. تدفع وما تدفعش مراسلنا من تونس مسام بوليني كان يفكر في موضوع سفارة وزير السياحة أمال كابوري بعد يعني ساعة من الأداء اليمنيين. هو مجدي ده. اه
هم عارفوا فن من الغرامات دي اتشالت خلاص. عدد المجلس المفاضل عقوبات محددة على من يعطلون العملية الانتقالية ويمتلكون حقوق الإنسان. كما دعا المجلس حكومة إسرائيل إلى تسريع عملية الانتقال السياسي. تستمر أعمال الدورة العادية 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والله ده ناس قالوا للوزير زعل، ولأن احنا بنلاقوا تماما الموضوع غرامات ده اتشال.